السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، نتمنى تكونوا في أحسن الأحوال. مرحبا بكم معايا في الحلقة اللي غنتعرفوا فيها على تجربة جديدة وطالبة جديدة. الضيفة ديالنا اليوم هي شيماء بركوت. مرحبا بك معايا شيماء. الله يبارك فيك كريمة، شكرا بزاف على الاستضافة. لا شكرا عليك، وكنتمنى أن اليوم يدوز الحلقة مزيان ونستافدوا كاملين إن شاء الله يا ربي، ونعطيكم شوية من تجربة إن شاء الله. أكيد شيماء، عرفينا على راسك أكثر. شيماء بركوت، طالبة في كلية العلوم والتقنيات بسطات، حاصلة على البكالوريا في بوجدور في شعبة علم فيزيائية. متشرفين بك شيماء، واكيد ان المشاهدين ديالنا حتى هما غادي يشاهدوك باش يستافدوا من التجربه ديالك. ممكن تحدثيني على الفتره ديال البكالوريا كيفاش دازت؟ اولا بيضا الناس اللي غادي يتفرجوا في هذا الفيديو هذا بطبيعه الحال غادي يكونوا الناس ديال البكالوريا دابا وحاسين بداك الضغط وداك خصوصا في الظروف اللي حنا عايشينها. الفتره ديال الباك صراحه بالنسبه لي انا دازت فتره عاديه، يعني ما كانش داك بحال هادشي اللي واقع دابا، ولكن الحمد لله يعني الانسان غير يحاول انه يعرف بان راه هذه غير واحد المرحله وغادي تدوز ان شاء الله، غادي تدوز مزيان. في المرحله ديال الباك حاولت ان يعني بالنسبه للمراجعه وهذا الشيء خص منمي غير يحاول اورغانيزي الوقت ديالو ويحاول يفكر في انه يعني الاولويات شنو هي الماده اللي خصني على حسب التخصص ديالك. مثلا ما تخصص علمي خصك تركز على المواد العلميه اكثر، بزاف ديال الحوايج بحال هكا اللي غادي يقدروا ان شاء الله. كاين شي تقنيات كنتي كتستعمليها في المراجعه؟ بالنسبه ليا ك يعني باك فيزيك كنا يعني كان عندنا في الرياضيات والفيزيك وهكا يعني هما كانوا هما المهمين بزاف. بالنسبه لي خص اللي عندهم هذا العام باك علمي في طريقه الخدمه نخدم بزاف ديال التمارين ديال بصح، يعني نخدم نيس لواحد الكونتيتي اللي هي كبيره، وفي نفس الوقت نحاول نحافظ على انه راه كما قلت واحد الكونتيتي اللي هي كبيره، ولكن ضروري الكاليتي ديال داكشي اللي خدمت. حيت مثلا خدمت بزاف ديال التمارين مشيت يعني انه راه هادشي يعني انا غادي ننجح مزيان، راه الا عرفت كيفاش نخدم داك التمرين، يعني خدمت التمرين وخدمه بذكاء. هذا ربما تيخدموا النماذج ديال الامتحانات. ضروري النماذج ديال الامتحانات، لان انا كنفضل صراحه انك تخدم السلاسل اللي عاطينكم لي بروف ديالكم هما الاولين، وحتى ان في طريقه الخدمه واحد الحاجه اللي كنلاحظها بزاف ديال التلاميذ كيديروها، وصراحه هي واحد الطريقه اللي غلط، انني كنخدم التمرين وحدايا لا سوليوسيون، يعني من فوق كتكون كتخدم وحدك حداك حداك الا حلتي كتشوف الحل، كتشوف الحل وعقلك ما كتعطيش فرصه يفكر. اما الا حليتي الحل بعدو عليك تماما وبقى كتخدم، ويعني واخا تخدم واحد 4 8 5 8 عاد تمشي تشوف الحل ديالو، بهكا عقلك كيفكر مزيان، ملي كتشوف الحل كتعقل عليه، يعني ما يمكنش يتحيد لك من بعد لانك دمرتي عليه باش وصلت ليه. ان شاء الله كنتمنوا التوفيق لجميع التلاميذ اللي كيمروا دابا في هذه الفتره. شيماء، بغيت نعرف اشنو الحلم ديالك في الفتره ديال الباك؟ شنو كنتي ناويه ديري من بعد الباك؟ بصراحه حنا باك علمي كيكون عندنا بزاف ديال الافاق، بزاف خصوصا سيونس فيزيك كيكون بزاف ديال سنين، وداكشي اللي كيخليك تقدر يلا تزيد تلف كثر يعني. ولكن الحمد لله يعني انا اصلا صراحه كان عندي واحد الحلم هو انني نوصل فشي في مجال ديال الانفورماتيك، وهذا حيت كان عندي فيها واحد شويه ديال الاهتمام. هذاك الشيء علاش يعني ملي كتكون عندك هذا الاهتمام بالانفو هكا كيكون عندك اختيار واحد كيكون طايح بالك، هما لي زيكو ديال لي انجينيور، وهذا كان يعني كسيونس فيزيك كان خصك تجيب واحد لامونسيون اللي هي بصح كبيره، ما بقاتش غير في هذا يعني هادشي علاش كنت دايره يعني بلون او بلون بي، يعني يا اما غادي ندخل لها نيشان بالنقطه ديالي ولا غادي ندوز لهم بشي طرق واحد اخرى. يعني هذه نقطه صراحه مهمه بزاف شيماء، لاننا بعض المرات كنركزوا على واحد الحلم واحد الهدف وما كنديروش لي بلون. الوغ مثلا انا بغيت ندير ايكول ديال لانجينيور ولا ايكول ديال الطب، النقطه ديالي ما سمحاتش ليا ولا ما نجحتش في الكونكور صافي كانت بلوكا، لانني اصلا ما وضعتش انا احتمالات اخرى اللي نقدر نوصل بها بطريقه غير مباشره للحلم ديالي. بصح خصوصا ملي الانسان ملي يكون في الباك كيحس براسه بانه راه يقدر يجيب واحد لا نوت وكيقول انا غادي نجيب مثلا 17 نجيب 18 نجيب هكا وغندخل لي كل اللي بغيت وغنجي في الكونكور، وهادشي يعني راه حنا عايشين في واحد العالم اللي حنا ما عارفينش شنو غادي يوقع من بعد، يعني ما كتكونش خدمتي بداك الطريقه اللي كنت انت مخطط ليها. داكشي علاش ملي كيتفتحوا مثلا لي زيكول ديال باش تسجل فيهم وهكا، فراه خصك ضروري يعني تحط
كيفاش غادي نقول يعني بزاف ديال الخصائص وتفعل كلشي خصوصا فداك المجال اللي انت باغي تكمل فيه تفعل كاع المدارس اللي كيهتموا به يعني كما قلت لي زيكو ديال لي انجينيور ولا حتى لي زيف اس تي ال اس تي بي تي اس وحتى لافاك العاديه راه ماشي شي حاجه اللي هي خايبه ولا شي حاجه اللي هادشي فكره هذه فكره اللي هي غلط انا كنشوف الناس دايرين سيكند ديال لي انجينيور ودايرين بزاف ديال الحوايج وجايين من لا فاكولتي وكيتميزوا على الناس اللي هما صحيح اللي هما جايين من بزاف ديال الحوايج. شيماء واش حققتي الحلم ديالك واش دخلتي المجال ديال لي انجينيور في الانفورماتيك؟ بصراحه مازال ما نقول بانني حققته لانني كاينه في الاف اس تي اللي هي واحده كليه اللي تقدر توصلك ليها لان كيفاش غادي نقول هي في الاول عندها استقطاب اول بعدا استقطاب ديالها محدود يعني في هذه القضيه ديك تقدر تعاونك لانك كتخدم في واحد دي كونديسيون اللي هما شويه يعني ماشي بحال الكليات الاخرين وي ما كاينش اقتدار عدد كثير كيكون الظروف صعيبه شويه وحتى من ناحيه لان السيستم شويه يعني بحال كيما قلت لك مزيرين يعني غادي تمشي تخدم ماشي بحال مثلا في لافاك كاين عندك واحد شويه الحريه صحيح. يعني تقدر ما تحضرش لهذه تقدر يعني كاين بزاف يعني ان كاين شي حصص الا ما حضرتش ليهم تقدر تمشي لك الموديول كامل يعني ما عندكش اختيار فهذه من الحوايج وكاين حتى بالنسبه للاف اس تي حيت دويت على شي ديال ليزانجينيور بزاف دويت على شي ديال لانفو هكا راه ما فيهاش غير لانفو ما فيهاش غير سميتو يعني كيف تخصصات وحدين اخرين من ناحيه الناس ديال الاس اف تي عندكم البساجه يعني البيولوجي شيمي جيولوجي شنو هما الشروط باش ندخل الكليه ديال لي اف اس تي؟ كليه العلوم التقنيه ما كتاخذش بالكونكور كتاخذها بالنقطه يعني بريسيكسيون الاولى بالنقطه ديالك وهي عندها واحد القضيه اللي سمعت بانه راه غادي يحيدوها ولكن ما ماشي سيغ فيها يعني في انه النقطه ديالك ماشي داكشي اللي جبتي في الباك هو النقطه عندهم هما يعني مثلا انا مثلا جبت في الباك 15 فعندهم هما تنجيباتني يعني بحال هكا في 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 في, 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 في كيفاش غادي على حسب التخصص اللي اختاريتي انت عندك مثلا اختاريتي بغيتي دير الميب مات فيزيك انفورماتيك هما ما غاديش يهتموا لك بشحال جبتي في الفلسفه شحال جبتي في الاس في تي كياخذوا النقطه ديال هذيك التخصص اللي بغيتي خصك مات فيزيك وفرنسي لونغلي هادو هما اللي ضروريين يعني كيعاودوا يحسبوهم على حسب معاملات وحدين اخرين يعني كيعاودوا يضربوهم في معاملات شحال تقريبا خاص التلميذ يجيب النقطه باش يدخل لي في تي من ناحيه زعما شحال غيجي في الباك في الباك راه كما قلت خصو يركز على المواد اللي هو باغي يدير شحال تقريبا النقطه 16 بالنسبه للناس ديال الفيزياء يعني 16 17 كاين الناس داخلين دابا وخصوصا هاد الايامات هاد العام فايت وهاد العام اللي جايين كانوا كاين على واحد الاقبال كثير لاحظت حتى في العام فايت يعني حاولوا انهم خداو لا ليست برينسيبال وشي دو ليست داتون اللي خداو منها رغم انه كان هادشي كان قليل كان بنادم كان كيجي قليل ليها ويمكن بنادم رجع عرف شنو كاين القيمه ديالها داكوغ شيماء قدر بغيتي تهضري ليا على لي فيس يعني كيفاش دايره الظروف فيها التلميذ اللي باغي يدخل لي فيس تي شنو هما المؤهلات اللي خصو يكون عنده اشنو كينتظروا في اول سنه ديال لي فيس بصراحه انا نقدر نقول للناس اللي باغيين يمشيو لي فيس تي كيتفرجوا في الفيديو يعني عندكم واحد حد جميل لان انا صراحه ما استفدتش من هذه القضيه هذه علاش حيت ملي كتمشي للاف اس تي كتمشي كتسجل فيها كتحس براسك واو راه سجلت فواحد المدرسه اللي غتقدر توصلني داكشي اللي بغيت اها مزيان ولكن كتنسى بانه راه هي واحد المدرسه اللي الاقلاع ديالك فيها مهم جدا بزاف يعني كيفاش بديتي فيها راه اهم حاجه يعني خصك مني غادي تدخل ليها تدخل على اساس انك راه باغي تدوز العام لعادك العماد ديالك صافي يعني هادشي اللي باغي دير يعني ملي غادي تدخل ليها وتبقى تفلا ولا شي حاجه بحال هكا شويه يعني كتلاشي كتضيع الوقت وكتضيع حتى المجهود ديالك وهكا كتكون خصوصا هي حيت كتمشي للحضور دائما وهكا يعني كتلقى راسك حضرتي هادشي كامل ودرتي هادشي كامل ولكن في نفس الوقت ما استفدتيش منه داكشي اللي كخصك تستافد منه بالنسبه للاف اس تي كما قلت الظروف ديالك كيفاش زعما القرايه فيها وهكا هي فيها العامين الاولى ترونكوما يعني كدوز فيهم يا اما على حسب التخصص اللي اختاريتي حيت فيها 3 برانش يعني كاين فيها الميب مات فيزيك انفورماتيك فيها البساجي بيولوجي شيمي جيولوجي وفيها جي او جي ام جيني ميكانيك جيني الكتريك هاد لي 3 فيير هادو هما اللي كدوز فيهم ترونكوما ديالك الجد مشترك كما كنقولوا في الاول كدوز فيهم عامين تحاول تعرف فين غادي توصل من بعد يعني بحال مثلا الا درتي مثلا الميب كتقرا فيه الماط
كتقرا في الفيزيك كتقرا في دي موديل ديال الانفورماتيك يعني راه هذوك القصه كتعرف راسك شنو باغي فين تلقيتي راحتك كسا. ومن بعد يعني من بعد ملي كدوز داك العامين ديالك كتكون اختاريتي وعرفتي شنو غادي دير من بعد كاين عندك جوج ديال الاختيارات وحدين اخرين يعني لا ثلاثه صراحه يعني ملي كتشد داك الدست كتمشي به ديزيكول وحدين اخرين يعني دوك تقدر تجيبو بمونسيون ومزيانه وتمشي لشي ايكول انت كنتي كتمناها من الباك مثلا وهذه يعني هي ولات عندك واحد الباب اخر تفتح لك يعني تقدر تمشي وتدخل معاهم في عام السادس بحال الدوك دابا عامين كيتفتحوا لك افاق باش دير حاجه اخرى الحاجه اللي بغيتي اللي كنتي باغيها من الباك هذا الا ما قدرتيش دير هذيك الحاجه من الباك يعني تقدر دوز عامين في الفيستي وكتدخلي هذيك ولكن خصك المونسيون ضروري خصك المونسيون ومن حتى انا ماشي بحال الباك المونسيون ديال الباك مثلا راه كتاخذ داك المونسيون اللي خديتي في الباك وكتمشي بها ولكن من ناحيه الدوز ومن ناحيه ليزيكول الاخرين كيوليو تيقول لك مثلا بغينا هاد المونسيون في هاد الاس هاد الاس يعني دونك داكشي علاش قلتها في الاول من الاول تبدا مزيان من الاول مثلا داك الاس اي اس خصك تجيبها بمونسيون وتجي مزيان من بعد كما قلت يا اما كتمشي لديزيكول وحدين اخرين يا اما كتكمل في الاف اس تينيس كيفاش ودير الحوايج وحدين اخرين لعب ثاني يا اما كدير ليسونس كتدير فيها ليسونس تما عادي بصفه عاديه كدوز ليسونس ديالك وكتمشي دوز الماستر ديالك وهكا ولا كتكمل حتى الدكتوراه كلشي كاين فيها والحاجه الثانيه الحاجه الثالثه هي انك كتمشي دير سيكل سيكل دانجينيوري في الفصل الاف اس تي وكتخرج منه انجينيور داتا يعني دوك حتى كدوز واحد الكونكور وكدوز فيه من الدوست كدوز من الدوست وحتى كاين واحد الحاجه ان كاين شي وحدين ما كيجيبوش الدوست ديالهم داك داك المونسيون اللي بغاو هما باغيين واحد السيكل مثلا في الاف اس تي ولكن ما حالفهمش الحظ انهم يجيبوا داكشي اللي بغاو ولا ما جابوش الكونكور ولا شي حاجه كتقدر دوز ديك الليسونس ديالك في داكشي اللي انت كنتي باغي دير فيه داك السيكل وتجيبها بنقطه مزيانه وتقدر تلتحق بالناس ديال السيكل وكتقدر تدخل معاهم هما الناس عادي كانك ما بحال راه موقع والو يعني دوز داك الكونكور ديالك وعادي وليت عاود كانه داك الليسونس تدخل عندك استفدتي منها ولات عندك وتعاود دوز الكونكور ديالك ديال السيكل ديال جينيور يعني كاين صح كاين بزاف من الدارين يعني مفتوحه كاين يعني خاص غير الانسان يجتهد خاص يجتهد وخاص الانسان يعرف الهدف ديالو فين هو والا ما وصلش ليه نيشان عارف انا ندوز من هنا ونخيط ناقص ونصح شيماء ممكن تعطي نصيحه اخيره الكلام اللي كيسمعوا لك دابا نصيحتي لهم الا كانوا هما دابا يعني في الباك حاولوا انكم تبريباري مزيان نحاول نخدم بذكاء كما قلت في الاول اي حاجه ما كتهمش انني نخدم بزاف ونسد راسي ونمرض ونهلك صحتي هادشي راه ماشي هو اللي كيوصل الحاجه اللي كتوصل هي انني نعرف كيفاش نخدم نحط بروغرام نمشي عليه ونكون واحد الانسان اللي عارف شنو كيدير ماشي غير غادي وصافي اليوم غنخدم هادي لا عدست عليها نخدم دابا هادي ولا سميت بلا نوض دابا نمشي ندير كاع شي حاجه وحده اخرى حتى من بعد نرجع نحفظ يعني هادشي نحاول نركز مزيان على داكشي اللي باغي ان شاء الله يا بغي يدوز كلشي مزيان وحتى كما قلت اللي باغي يوصل لشي حاجه راه باغي توصل للطب تقدر توصل ليه بالفاكولتي ديال الميديسين ولا بزاف ديال الحوايج نقدر نضربهم ولا بغيت نولي انجينيور نقدر نوصل بزاف ديال البلايص يعني ماشي غير ما تقبلش في واحد ليكول راه صافي نهاية الحياه تجيني نهاية الحياه باقي الله بدات حوايج اخرى وغتستافد اكثر الا مشيتي صحيح ان شاء الله شكرا بزاف شيماء على قبول الاستضافه ان شاء الله اكيد ان الكلام اللي كيتصنتوني دابا غادي يكونوا استفدتوا ماشي غير الكلام حتى اللي شدوا الباك راه حيت كاين بعض المرات كنشد الباك وما كان كيوقع شي ظروف ولا ما كنحققش الهدف ديالي كيبقى داك العام كيضيع ليا ولكن هذاك العام اللي ضاع هو صراحه ماشي ضاع وانما هو غير واحد الوقفه مع نفسك انك تفكر وتعاود تبحث تقدر تلقى واحد الحاجه اللي هي غتوصلك للحلم ديالك اذا فشكرا بزاف شيماء شكرا لكم على الاستماع وكنتمنى لكم التوفيق سواء كنتوا في الباك ولا شديتوا البكالوريا كنتمنى لكم التوفيق في حياتكم المهنيه وحياتكم الشخصيه واضرب لكم موعدا في الحلقه القادمه ان شاء الله مع ضيف جديد وتجربه جديده.